إلى هذه الحالة المزرية. في الحقيقة كيف سأبدو لك حكايتي؟ أنني أعيش مع زوجتي أبي بعد وفاة أمي، وهي تعنفني وتضربني وتجبرني على هذا العمل القاسي، وإن لم أستطع أن أكل كل المال فهي ستضربني وتعنفني. فبينما كان أبناؤها يشاهدون التلفاز فراحة، أنا هنا أتضور جوعا، فمن من الناس سيسمعني ومن منهم سيساعدني بعد أن بندت يدي وحطمت مستقبلي؟ فما هو مصيري؟ الشارع وغير الشارع، الشارع وغير الشارع، الشارع وغير الشارع. إنني انقطعت عن دراستي مبكرا، وها أنا اليوم في هذه الشوارع أتضور جوعا وأتعذب. وأنت ما هي مشكلتك؟ ولماذا أنت هنا؟ قل لي، لا بأس بك. في الحقيقة أنا لدي عائلة، فأبي من رجال الأعمال وأمي طبيبة، ولكن هيهات فالصبي أمك طبيبة وأبيك رجل أعمال، وتأتي هنا وتتسول؟ هل أنت مجنون؟ كيف تسلم في النعمة التي عداك الله إياها وتأتي هنا؟ هل أنت جننت؟ في الحقيقة يمكن قول ذلك، فقد تشاجرت مع أبوي ثم خرجت من المنزل ولم يعلم بذلك حتى الآن، وأن الآن أجوب الشوارع مثلك تماما، ولكن لم أتصور في الحقيقة، وقد جنيت على نفسي. وما هو سبب شجار أبويكما والديك؟ في الحقيقة هذا ليس مهما في الحقيقة، ولكن علي الذهاب الآن، آسف. نتمنى حديثنا مرة أخرى. طيب إلى اللقاء. إلى اللقاء. ملابس ملابس اسعار خياليه تخفيضات هامه تخفيضات هامه ملابس جديده مجموعه رائعه كل الانواع والاشكال تخفيضات هامه لماذا انت تعيس تعال اجلس تعال تعال ما بك تجول الشوارع هل انت يتيم لا في الحقيقه يا حسرتي على والدي والقدر افتكهما مني وأصبحت في ليلة وضحاها يتيمة وحيدة في هذه الحياة التي أصبحت جحيما لا يطاق فالفيضانات أغرقت منازلنا أما الدولة رغم وعودها العديدة فلم تعوض لنا مليما مما خلفته الفيضانات من خسائر ولكن لم أجد عملا لتوفير قوتي إلا بيع الملابس في الشارع كتب علينا البؤس منذ الصغر فأنا منذ كنت صغيرة كنت فقيرة ثم تزوجت فمات زوجي بسبب المخدرات بقيت أنا وطفلين أحدهما مريض والآخر مشلول هل كان مستهلكا؟ نعم كان مستهلكا ثم أدمن بعد أن كان يروج المخدرات مع صاحبه لعنه الله
والآن الدولة تعدنا بالتغيير، ولكن تبقى الوعود حبرا على الورق. أما المعينة الاجتماعية تقيم الوضع ولكنها لا تقوم بأي شيء. لقد لم أجد من حل إلا أن أبيع هذه الملابس اللي أخذت بها. هوني عليك، هوني عليك. وأنت لست لأيتين، فما هي حكايتك؟ أنا ما عليك أبط، الأمر غير مهم. على كل حال شكرا على الاستضافة. مع السلامة. مع سلامتي. تبدو كئيبا وحزينا. ماذا أفعل؟ لدي كثير من المشاكل لم أجد لها حلا. ما عساي أفعل الآن؟ تبدو في مأزق حقيقي، فحدثنا عن الأمر عادي وسعيد. في الحقيقة أنا السبب كل هذا، فأبي من أكبر رجال الأعمال في المنطقة، ولكن ونحن من ميسوري الحال الحمد لله، ولكن ما فائدة المال دون عائلة؟ فقد غادرت البيت وخرجت بعد شجار نشب بيني وبين أبوي بعد أن اكتشف أني أتعاطى المخدرات. نعم المخدرات، ولكن أني مجرد خطأ كهذا يعنفني ويقسو علي هكذا. ماذا فعلت أنا؟ ماذا كيف عساي أتجاوز هذه المشاكل والهموم؟ لم أجد وسيلة إلا هذه، إلا تعاطي المخدرات. لا تقف يا بني، فشأنك شأن أمثالك من الشبان، ولكن لما لا تأخذ هذه المشكلة، لما لا تتناولها من الجهة السلبية؟ صحيح أننا نقول أن هذه المخدرات تطسيك همومك ومشاكلك، فأنك لا تدرك أن الهاب عديدا من المخاطر على صحتك وعلى حياتك. كيف تتحدث عن الهموم وأنت ما زلت في بداية حياتك، وأنت ما زلت في بداية صراعك مع هذه الحياة؟ ألا تطلب أي شيء حتى يأتي بين يديك؟ فما زالت أمامك الحياة طويلة وسترى هموم الدنيا الحقيقية. إن هذه الخطوة الأولى أو العقبة في طريقك، فستستسلم لهذه التفاهات أو هذه المخدرات تدمر حياتك ومستقبلك. تفكر يا بني، فإن هذه المخدرات لها العديد والعديد، عدد لا يحصى من الأمراض والاضطرابات النفسية والصحية، والعديد من الشبان اليافعين خسروا حياتهم ومستقبلهم وهم يتسكعون في الشوارع كامل اليوم، ولا مال لهم ولا مكسب. أتريد أن تكون مثلهم وتنساق إلى هذه الهوية التي لا قرار لها؟ ففكر ماليا فيما قلته لك، فإني أنصحك وأرشدك، ولا أريد سوى مصلحتك. ولكنه كان قاسيا جدا معي، لقد صفعني لمجرد خطأ قمت به في حياتي. لقد كان قاسيا، إنه يكرهني. إنما فعل هذا لأنه يخاف عليك يا بني، فلا وجود لأب يكره ابنه. فقد خاف عليك من هذه العواقب الوخيمة من ما تسمونها المخدرات أو هذه المواد السامة. فليهديك ربك، وعد إلى المنزل واطلب منه العذر بهدوء وطيبة، فلعله يرضى عنك. فلتعدني بهذا، ولكن فلتعدني فحسب، فلا رضا الله إلا برضا الوالدين. حسنا، أعدك بذلك. أحسنت يا بني، فهذا هو التصرف الصائب. حسنا، شكرا على نصحك لي. العفو يا بني. علي الذهاب الآن. شكرا يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه المخدرات. هاي أنت، يا هذا، أنا أكلمك. ما الذي تفعله؟ أتتعاطى هذه المواد السامة؟ منذ متى بدأت تتعاطيها؟ أنا بدأت منذ التجربة الأولى التي جرني إليها ذلك الشاب الذي لقيته في الشارع. ولكن يبدو أن هذا الشاب قد جرك معه إلى الهاوية. ألا تدرك مخاطر المواد التي تتعاطيها؟ كيف تستطيع استنشاق هذا الدخان أو شرب مثل شرب الكحول هذه المواد السامة؟ ألا تدري الآثار السلبية التي تنجر عنها؟ ماذا تفعل؟
أليس لديك عائلة لا تفكر في أبنائك أو زوجتك؟ أنت تضرهم بهذه التصرفات وينجر عنها كثيرا من المشاكل العائلية وكثيرا من الأمراض. لم تفكر حتى في صحتك أنت. كثيرا من الأمراض تنجر عنها وتضر بصحتك وتؤدي إلى الموت بعض الأحيان. فكثيرا من الناس يموتون، لنقل آلاف يوميا يموتون بسبب تعاطي هذه المواد. أنا لعائلة ولأطفال، لكن ليس لعمل. أنا مستعد أن أدفع ثروتي الصغيرة بأكملها لتعاطي هذه المواد. فقد كان هذا الشعور لأول مرة شعور جميلا جميلا جميلا، لكنه الآن لا أدري أينه. يا إلهي، هذه مصيبة. أنت ليس لديك عمل، إضافة إلى هذا تنفق مال زوجتك أو ربما المال الذي تجمعه لا أعرفه من أين، ولكن أنت تنفقه في شراء مثل هذه المواد السامة الذي تضر بك ولا تنفعك. استفق عن وضعك يا أخي، إني أنصحك، فقد مررت بتجربة مشابهة تماما لتجربتك. كنت أتعاطى مواد مخدرة، ولما كشف أبوي الأمر تشاجرت معهما، ومن ثم غادرت البيت، وأنا الآن أجوب الشوارع مثلي مثلك تماما. أسمع. لا أسمع، احتفظ بآياتي نصف الذهبيتي بالسواب، لا أغرب عن وجهك. ماذا؟ أنا كنت أحاول نصحك، أنت لا تريد حتى الاستماع إلى نصيحتي. حسنا، القرار لك في النهاية، ولكن أعلم أن هذه المواد لن تؤدي إلى سوى إلى أمراض عديدة لا أريد التحدث عنها. عين تلغلي يا عين من عيني. أهلا، كيف حالك يا رجل؟ ما سر هذا الغياب الطويل؟ لقد أحرقنا عليك حقا. مرحبا، كيف حالك أنت؟ شكرا، حالي بخير. هل تريد دفعة أخرى؟ أريد دفعة. ماذا؟ لا تقل لي أنك نسيت الأمر. إلا شكرا، لقد أقلعت عن تعاطي هذه المواد السامة، دعني من هذه التصرفات. من هذا الهراء يا رجل، نسيت تلك النشوة والأيام الخوالية التي قضيناها مع بعضنا؟ هذا صحيح، ولكن علمت أن المخدرات أثرا سلبيا على صحتي، وأنا ما زلت شابا في عنفواني، ولا أريد أن أضحي بحياتي. هذا كلام صغار، ألا تدخن يا رجل؟ صحيح أنا أدخن، ولكني قررت الإقلاع أيضا، ثم أن أبوي قد علما بالأمر ونشب شجار بيني وبينهما، ثم غادرت البيت وأنا الآن مشرد. احذر وأن تفتي بي، فإن سمعت أن الشرطة قد قبضت عليك فلا أعرفك منذ اليوم. حسنا، اتركني وإلا سأخلصك من حياتك. حسنا، أعينك بذلك، لن أخبر الشرطة على الأمر. Thank you.
زوجتي أمي بعد وفاة أبي، وهي تعنفني وطلبت. حلف أمك تكلم. هاي أنت يا هذا أنتي مصلع. أنت يا هذا يا صديق. المخدرات لها العديد والعديد عدد لا يحصى من الأمراض والاضطرابات النفسية والصحية جدا معي. لقد صفعني لمجرد خطأ قمت به في حياتي، لقد كان قاسيا، إنه يكرهني. لا يا بني، لا يكرهك أبو، لا يكرهك أبيك، فأباك هو فلا. أيضا مضر، ثم إن أبوي قد علم بالأمر وقد نشب بيني شجار، وأنا الآن تائه في الشارع. أنت مهلوس، ماذا قلت؟ لقد دعك وأن لم أكن أنا سببا في هذا.